شايف كيف متعود يعمل شمعة دغلة سبحان الله متعود لا بتصيحها الفن الفلسطيني خسر آلاف اللوحات الفنية بشكل كامل دمرت، وبالتالي يعني هاي اللوحات ربما آخر الناجين من الفن الفلسطيني في غزة، لأن هي فعلا تم جبناها قبل الحرب شوية، بالتالي آخر من نجا من الفن في غزة هذه اللوحات. طلبت مني مرة انه انا ارسم هاي الصورة لإلها، فقلت لها خلص انا بوعدك اسوي لك سكتش ان شاء الله برسل لك اياه. تمام، ففي الحفل هذا تم اني فعلا اني اعرف الناس وهي عم تطلع علينا عم ترسم السكتش وعم ارسم قطاع غزة المدمر هلا كخلفية من خلفها. فهاي هي الرسالة اللي بقدر اوجهها انه لأهلها، والله يرحم جميع شهدائنا في جميع فلسطين في غزة وفي جميع فلسطين ان شاء الله. الصحفي تبع الجزيرة اسمه